كريمة، ده انتي لسه هنا؟ كتر خيرها، لقيتني محتاسة جت تساعدني. كاملين؟ أنا عايدة قالت لي إنها استأذنت منها ساعة بدري عشان تجيلك، وإحنا طبعًا أي حاجة ليكي ما نقدرش نقول عليها لأ. أنتِ اتأخرتي أوي يا كريمة، سيبيني أنا هكمل وروحي أنتِ. لو مروحة عند جليلة، أنا عندي مشوار قريب من هناك، ممكن أوصلك. مش عايزة أتقل على حضرتك. الوقت متأخر، وجايلك توصيلة مجاني، مفيهاش كسوف. طيب هجيب حاجتي بس. وانت كنت بتعزم عزومة مركبية وانا وردتك؟ لا خالص، هي في طريقي. وانت رايح فين متأخر كده؟ التياترو قريب من بيتها؟ لا لا، مش رايح التياترو. انا جاهزة. عن اسمك. تصبح على خير. وانت من اهل الخير، تفضلي. في حاجة محيراني وعايز أسألك عليها من يوم ما جيت بتشتغلي. عندكم ليه وافقتي بعد ما قلت لا؟ عشان لما فكرت لقيت إن الشغلانة ما فيهاش تعب زي الشغل عند صوفيا، وفي نفس الوقت بعد اللي حصل المحل هياخد وقت إنه يرجع له الزباين تاني زي الأول، وانا مش حمل ان الفلوس اللي بتدخل لي تقل. بس كان ممكن تلجئي لي وانا اقدر اساعدك تلاقي لك شغلانه كويسه، وما هي معقوله. ودي شغلانه كويسه؟ رجعت وعقلتها لقيت ان مدام عايده مش طالبه مني ان انا اخدم في البيت، دي طالبه مني اخلي بالي من نادي، ودي حاجه انا ببقى مبسوطه قوي وانا بعملها. فتخيل بقى لو كمان باخد عليها ما هي. أنا لقيت ده بتاع عايدة بتدور عليه.